ليلة قد منا روحك؟ خاولة. خاولة شو تعب في حياتك خاولة؟ نخدم. فين؟ نخدم في بن عروس. ليلة؟ في الدار نخدم بس. ايش بيها؟ أهم نشاط اللي تقوم به أنت في الدار ليلة في بالك؟ خاولة شفت الزويمة؟ أي. مش قولك فيها برافو؟ غالية مش نورمال. شفت لي دو كوتي اللي هي تخدم اللي قاعده في الدار قالت لك غالية احكي غالية خاطر مش نورمال ما عندكش مورد رزق ظهرت لك غالية غالية مش نورمال تشري حاجة انت تخمم باش تشري حاجة من السولد بيان سور غالية الانسان يحب يشري حاجة من السولد لقيت اسوام غالية لقيت اسوام غالية بسام حتى بعد السولد حتى بعد السولد ده غالية نار صراحة ليه السويم حتى بعد السولد تلقاها موديلات نتاع معناها نتاع عمني ولا نتاع ماهيش أي قديمة والكاليتي الكاليتي لها علاقة معناتها سي با لا بين سنة السولد واحد ياخذ قبل فارغة خاطر خذيت كابوت كشمير في بالي كشمير كي خذيته من بعد ولا كاليتي حمو صراحة ماهوش لو فغي ماهوش لو فغي حتى تعرف زاد بالحق كابوت سولدية اي سولدية وقت خذيته فهمت سولدية شنو هي ب 185 فهمت هو السومو 380 فهمت خذيته غير ب 185 تطلعش اللي هذاك هو السومو 185 وهذيك هي الكاليتي نتاعو قالوا لك سولد قالوا انا سالت لما حنا قبل ما نيجي قالوا لي ليه نفري انا مثلا كي خدمت في بوتيك معناها فوندوز يجيب معناها السويم نتاع اعطينا الاسرار اللي هي فوندوز كيفاه بربي عندنا برشا اسئله نحبوا نسالوهم يجيب معناها سلعة كما نقولوا احنا نتاع الشتاء ولا ما خرجتش عامله ولا سيزون ولا حاجه تخرج تتحط وتتباع في السولد وبعد ما يوفى السولد ترجع يرجع السلعة يرجع السلعة الاخرى وهو رابح من شريت الكل هذيك هي معناها الخدمة هكيك انت توا معناها حتى كي تشوف تلقى فما موديلات معناها ما تلقاش سومها معناها اللي هي تتبدل الكل حاجة تاع عام وعامين تخرج توا تبيع زعما توا نتاع عام وعامين توا المواطن التونسي تبارك الله عليه معناتها لباس ولا تتعدى عليه الحكايه هذه والله فما عباد يتلز باش خاطر ما تقول انت عائله فيهم اربع صغار بالطبيعة خاطر مصروف ولازم واحد باش يلبس ولازم باش يخرج ويمشي يخدم والكل لازم باش يلبس تي هو الفريب لا ما يمشيوش بعيد معناها الفريب انت امشي للسوق الفريب قبل ما نعرفش انا ما نعرفش 2000 3000 توا حاجه ليك سقها يقول لك فريب وغالي لكن بصراحه بيناتنا الفريب كي تشري قطعه صحيت وغاليه والكل تقعد لك وتستحق السوم نتاعها هي بالطبيعة الفريب معناها تلقاه كاليتي وخير سوم باهي اما فريب هو نتاع شكون الفريب معناها اللي شري الطبقه اللي ما تنجمش باش وليت الطبقه اللي تنجم توا العكس هذيك هو خاطر نعرفوا شكون يوصيو البالة تبدا مضخمه والكل يوصيو عليها باش يجي يحلوها قدام شكون وشكون معناها هاي هكاك بالتليفون المواطن التونسي بلاش نحويله في الحكايه مش الله على الاخر مسيك اللي عنده عائله مش نورمال وقتنا صعب مش نورمال احنا ديما معناها ديما نشريو اللبسة سواء في سواء معناها ما عندناش سيزون تاع انه باش تاخذ في الصيف اكاها تلقى لونتري نتاع المكتب تلقى عيد صغير تلقى معناها ورا بعضه لازم اللي يجيبش واحد باش ياخذ لبسه يتلز انه طول كلها معناها انا وحده الناس ناخذ من الفريق هي كما الناس الكل كما عاد هاي الهاي تو ولاو يشريو بالفري لبس عليهم ويكلموك بالتليفون يجرب باش تحلو بال لا لا هذوك مازلت ما طورتش العلاقات نتاعها هي لا ما يكلمونيش على مازلت ما طورتش علاقات ما وصلتش للدرجه هذيك ما شاء الله يكلموني بالتليفون عندي جيراني وحده بس ترى انا زينه معايا نعطيك نمرويه بعد ما نكمل نصور نورمال كي تبدا قطع مضغ ما يختي نهونوا عليه ما حد بروبليم نورمال حسيلو مرحبا بيكم وان شاء الله كل سولد مبروك كنا معناها حاجه هذه ساعدونا بالحق خاطر ديما سولد راهو احنا توانسه معناها وظروفنا على الاخر شيء من ازمات معناها اموا واحد يلبس بيان اموا ساعدونا هكا يعيش بركه ميرسي عايش انا السولد مسميته اليوم الوطني للسولد بالمناسبه والعيد هذا ايش نحب تتوجه للتوانسه ان شاء الله ربي معاهم يا ربي كثر عيدنا يا ربي العيد مش نورمال ورا بعضها والسولد كلها جت مع بعضها كي تلقى
تلقى معناها التوريس اللي يجيو معناها التونس والكل تلقى معناها لبسين ماهمش نورمال عادي، لكن السولد نتاعهم يستناو في السولد في موجود السولد معناها في هو ولا سيستيم تو في الدول اي احنا ما نعرفش السوي متقى 20% 30% كيما توا معناها تشوف الكل هي عالقة. عاد انت تعرف الاسرار والخفايا الكل فوندوز سابقا أبار فوندي سابقا معناه واحد اللي يشري معناه ديما عنده معناه ديما عنده فكرة، حتى اللي ماهوش يشري قاعد يشوف لكن موجود. بارك الله فيك. لا شو عندك؟ لبست الطيارة برشا بربي من الفريب من الفريب والله شكرا بالروج والله هذه جاب والله جابها لي خويا من سوريا والله والله كي كانت سوريا قبل ما تتضرب قبل ما تشوفها وين مش انا خديتها مش مسال لا مش مسال جابها لي خويا وانا كيفكم انت مزلت نهند على عائلتي في اللبسه انا بابا الصبات السروال امي علاش تو انا قبيلي معناتها السويم زاد بالنسبه لي انا ما نجمش نحسها برشا برشا ما عنديش صغار ما عنديش فهمت كيفاش مزلت ما عنديش مسؤوليه صحيت امي ربي يفضل لي امي وبابا ربي يفضلهم الكل والله اليوم زدت عرفت قيمتهم صراحه ما مش الباب ولا مش ناخذوا فلاره ولا السويم معناها ديما جلباب وفلاره لامك بطبيعه تحيه للامهات هيك سبقت لك جلباب حميتي يا اهل امي شبيها حميتك مسكينه شبيها جابت لك البقوص بكل ولدها لا نقسموا احنا ما كيما المراه كيما الراجل هو يشري لامي وانا نشري لامي ولا الا العكس هو يشري لامي وانا نشرو هكاك بربي انت شوف البوتيك هذي ما نحبش نشوفها يا بنتي وجعت لي قلبي يوجعني والله نسبوا فيه ما كي اختانا يا بنتي معني في البالماريوم كنا في البالماريوم التق دوزيام انا كي مشيت مثلا صارت حاجه اللي انا خذيت بوتس وقالت لي 95 معناها في كي شريته ظهر لي تالون برشا معناها مش ماهوش تاع كل يوم تاع مره وانا كي شريت نشوف باش ناخذ حاجه باش نلبسها مره دونك ما تساعدنيش رجعت على اساس باش نبدل حاجه اقل وبلا وكل السوق ماهيش حتى ما فهمتش انا مراقبه الاسعار وي بجاه ربي وينكم بالله وينكم خاطر بالله وينكم بالحق انا كيما معناها مريتش السوق دونك قلت لها باش نبدل حاجه قالت لي باش تبدل وكل زيدوا فلوس معناها واللي انا رجعتها بعد بنهارين مش يعني نحسبوا ترانسبور وزيد يعني الرجعه ثانيه بيان سور بالترانسبور من بنعروس وكيكا ومن بعد زيدها فلوس باش ترجع معناها قلت لها السوم مين قالت لي السوم هذيك هو معناها وديجا هيك تشوف تعرفني انا رجعت معناها مش خاطر حبيت نعرف انا جوست حبيت نعرف رجعت بعد نهارين ونفس كي سالت نلقى سوم اقل كما اللي خذيته انا اول مره مي اقل منه بريسك 5000 وزدت على السوم انا وليت قلت لها سافا معناها هذيك مش نورمال والله مش نورمال بصفه غريبه والله ان شاء الله يطيحونا شويه في السوم ويعملوا لنا السوم خاطر العباد بالرسمي فما ناس ظروفها بالحق مش نورمال ولا اللي عنده ثلاثه واربعه تشوف كيف اللي عنده صغار خاصه الصغار راهو معناها لازم يستنى وهذه فرصه الانسان معناها نقولوا احنا ديجا الكل وضعنا الكل على قدو معناها الانسان التونسي رحمه ان شاء الله اللهم امين ولت التونسي مع التونسي ما نحبش نقولها انا ما نحبش نقولها توجع لي قلبي والله حسيلو مرحبا بكم بارك الله عايشك.